اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تؤكد بها حبي وتحقق بها قربي وتزكي بها لبي وتفرج بها كربي. بعد 55 يوماً من واقعة الفيل ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفو الزمان تبسون وثناء. في يوم الاثنين 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فانظروا ماذا حدث. لبيك اللهم لبيك، أنقذت بيتك الحرام من الجبابرة، فرفعت شأن العرب وأعليت قدرهم. يا أبتي يا أبتي، لقد ولدت آمنة ولدا كالبدر في تمامه، النور يملأ وجهه، جميل مكمل. أتذكر يا أبا طالب حين ذكرت لك أن جارا من اليمن قد أبلغني أن النبوة في قومي ومن صلبي؟ كما أبلغك بهذا سيف بن ذي يزن عندما دخل اليمن. تعال يا سيد قريش، اقترب. جئنا لنهنئك بنصرك على الأحباش. ولد له علامة سيولد في تهام، سيكون له الملك إلى يوم القيامة، سيكون نبي هذه الأمة، سيموت بعد حين أبوه ويكفله جده وعمه. وما شأني به؟ إنه من صلبك يا عبد المطلب. وحذره الملك من اليهود ومن قومه، حذره من أنهم سيحاولون إيذاءه، ولكن رب البيت أحمي. احرص عليه، ولقد سميته محمداً ليكون محموداً في الأرض وفي السماء. محمد، والله إنك لتعلم أن عبد الله أخي هو أحب إخوتي إليه.